موضوع الوحدة الخامسة اللي هو الفيتامينز اند مينرالز. أول موضوع بده ياخذنا إياه اللي هو هيماتونيك ايجنتس. هلا الهيماتونيك يعني المواد المحفزة للهيم للهيموجلوبين لتصنيع الهيموجلوبين. هلا بين في البني آدم الناس اللي عندهم مشكلة في الهيموجلوبين على شكل أنيميا. أنيميا اللي هي فقر الدم، فهاي حطينا لكم إياها الصورة عشان تتذكروا أعراض فقر الدم. هلا حاطط لنا عدة أعراض والإشي اللي باللون الأحمر هادول بيصيروا في السيفير أنيميا. نشوف مع بعض إيش الأعراض اللي بتظهر على البني آدم. بالنسبة للعينين بيكون في يلوينج، لونهم أصفر، بياض العينين ما بيكون صافي، بيكون مايل للصفار. السكين بيكون بيلنس، شحوب، كولدنس، بارد أند يلوينج. بالنسبة للريسبيراتوري سيستم بيصير شورتنس أوف بريث، وهاي كانت تبين معانا كتير الطلاب اللي لما كنا مداومين في الكلية كانوا حاطين القاعة تبعتنا على الطابق السادس، يعني هم بيعتبروا كل شاحط طابق، فبتطلع معانا الطابق السادس كان الطابق الثالث، فكان في طلاب يجوا يبين معانا الأنيميا إنه الطلاب لما بيطلعوا على القاعة فبالتالي بيجوا لي shortness of breath. shortness of breath لطالب عمره 20 سنة المفروض بالفول فيزيكال اكتيفيتي تبعته، فما المفروض يصير عنا شورتنس اوف بريث بالعمر هذا. فبالتالي كنت ألقطهم على السريع، اخذهم على جنب، شو قصتك، قديش فحص الدم، كذا الى اخره. بالفيميلز طبعا بتبين اكثر على اساس المنسترول سايكل. هلا المسلز بيصير في ويكنس، بالنسبه للامعاء تشينجز ان ستول كلر، بالنسبه للجهاز العصبي المركزي بيصير فتيك. ليش فتيك؟ لانه ما في اكسجين كفايه عم بيوصل للدماغ. الهيموجلوبين تصنيع الهيموجلوبين قليل، والهيموجلوبين وظيفته الاساسيه نقل الاكسجين، فما عم بيوصل عنا اكسجين كفايه للدماغ. بكون في ديزنس، فينتنج اذا الانيميا كانت كتير شديده، يعني هو البني ادم رح يغمى عليه. بالنسبه للبلاد فيسلز بصير لو بلاد بريشر، بالنسبه للهارت بيحاول يعدل فرقيه الضغط وفرقيه نقص الاكسجين، فبصير بيعمل رابيد هارت ريت. هذا الاشي بيؤدي الى palpitation اللي هو الخفقان او عدم انتظام ضربات القلب. اذا كانت الانيميا شديدة تؤدي الى chest pain، angina اللي هي الذبحة الصدرية، and heart attack اللي هي جلطة قلبية. اوكي، يعني بصير في عنا shut down الكارديوفاسكولار سيستم. بالنسبة للطحال، اذا كانت الانيميا لفترة طويلة من الزمن بصير فيه انلاج من التضخم في الطحال، لان الطحال هو المسؤول عن الريسايكلينج للار بي سيز، فكونه الار بي سيز بيموتوا عندك بسرعه او مش كفؤين، فبالتالي بصير تضخم في الطحال. طيب نشوف عنا، نرجع للي موجود بالكتاب اللي هو الهيماتو ان الهيماتونيك از ا ميديسن ذات انكريز الهيموجلوبين كونتنت اوف بلاد. قلنا هيم من الهيموجلوبين، تونيك اللي هو هو ناقص ما اخذ حرف او، فبالتالي ايش عنا المفروض انه يحفز او ينتج الهيم. الهيموتونيك ار يوز تو تريت ايرون ديفيشنسي انيميا. هلا الانيميا فقر الدم في الها عده انواع، احنا رح نركز هون على الايرون ديفيشنسي انيميا. طيب الهيموتونيك ار يوجوالي فيتامينز اور مينرالز ذات از اسينشال تو فور نورمال اريثروبايسيس. إذا الهيموتونيك هدولي فيتامينز أو مينرالز مهمين للإريثروبيسيس. إريثروبيسيس اللي هي عملية تصنيع كريات الدم الحمراء. طيب إيش بيلزمنا لتصنيع كريات الدم الحمراء أو اللي هو حكالي عنه هيموتونيك ايجنت؟ أول إشي ممكن نستفيد أو البني آدم يكون عنده نقص حديد، فإحنا بنعوض فرق الحديد. كيف ببين معانا هاي الايرون ديفيشنسي انيميا؟ بيعملوا سي بي سي، فحص كامل للدم، فبيبين من النتائج تعداد كريات الدم الحمراء، حجم كريات الدم الحمراء، تمام. فبيقولوا لنا انه هذا البني ادم عنده ايرون ديفيشنسي انيميا. طيب هلا بقول لي هون في البدايه شو وظيفه الحديد في الجسم؟ 70% موجود في الهيموجلوبين، 5% موجود في الميوجلوبيلين، و 0.2% موجودة في الإنزيمز، و 25% بيكونوا موجودين على شكل مخزون اسمه فيريتين أو هيموسيدرين. هذا المخزون بيكون في البومرو، واللي بيقولوا عنه ريتيكولو إنديثيليال سيل. ريتيكولو إنديثيليال سيل نخاع العظم بينقال عنه ريتيكولو إنديثيليال سيلز.
طيب 2% هدولي موجودين في إشي اسمه البول آيرون، هي إشي زي مخزون الحديد بس أسرع للاستجابة من مخزون الحديد العادي. طيب الكاينتكس لمين؟ للحديد absorbed from small intestine. وإذا الباحث كان عنده أنيميا 10% بصير إضافة للأبزوربشن، يعني الجسم لما بيصير في عنده نقص في الحديد بيزيد الامتصاص 10%. طيب نيجي للحديد. هلأ الحديد من المعادن اللي بتكون موجودة بأكثر من شكل، يا بيكون موجود على شكل Fe زائد 2 بيقولوا له فرس، أو بيكون موجود على شكل Fe زائد 3 وبيقولوا له فرك. أوكي هذا مهم عندنا بالتفاعلات الكيميائية، مهم عندنا في الامتصاص. هلأ مين اللي امتصاصه أفضل؟ الـ Fe زائد 2 امتصاصه أفضل من الـ Fe زائد 3. هلأ عاد بشكل عام الأكل بيقلل الأبزوربشن تبع الحديد، لكن فيتامين سي بيحسن الأبزوربشن تبع فيتامين سي، عفوا تبع الحديد. فلذلك نحن بنقول للناس اللي مثلا عندهم مشاكل في امتصاص الحديد إنه أنت راقب أكلك تمام، وحاول أي أكلة غنية بالحديد تعصر لك عليها عصرة ليمون. إذا الأكل غني بالحديد ما تشرب مع شاي. ليه؟ لأنه الشاي فيه مادة بسموها الأعفاص، اللي هي مادة اللي بتخلي الشاي أسود، فبترتبط بالحديد وبتمنع امتصاصه. فالشاي بيقلل من امتصاص الحديد، لكن فيتامين سي بيحسن من امتصاص الحديد. فبنقول له إذا أكلت أكلة مشاوي ما تحبس بشاي تمام، وكلك بعديها مثلا كاسة عصير ليمون، عصير برتقال، بندورة، هذا كلياته بيحسن من الامتصاص. هلأ برضو البريجننت ليدي اللي هم الحوامل ديوريك ذا ثيرد ترايمستر بيحتاجوا 5 ميلي جرام ديلي، على أساس إنه حجم البيبي بيزيد كبير كتير كتير في هاي الفترة، بالإضافة إلى إنه الجسم بتهيأ لعملية الولادة اللي بتستنزف كميات كبيرة من الدم. هلأ اليوزز الايرون قلنا بيستخدم في الايرون ديفيشنسي انيميا، ممكن يصير الايرون ديفيشنسي انيميا اذا صار عندنا اكسس ديماند طلب كتير على الحديد، ريديوسد ستورز اللي هم المخازن تبعت الحديد لسبب من الاسباب قلت، او ديفكتيف ابزوربشن في عندنا مشكله في الامتصاص، يعني لاي سبب من الاسباب عندنا مشكله احنا بدنا نعوض بالحديد. الحديد اللي ممكن نعطيه ممكن يكون أورال، ممكن يكون بارنترال. هلأ الأورال موجود على شكل عدة أملاح، فرس سلفيت، فرس جلوكونيت، فرس عفوا كلورايد، وفرس جلوكونيت. شو بيفرقوا عن بعض؟ بيفرقوا عن بعض بإشي نقول عنه الإليمنتال آيرون، يعني قديش بزودني فرس سلفيت إليمنتال آيرون، قديش بزودني فرس جلوكونيت إليمنتال آيرون. الثيرابيتك دوز عادة معمولة بناء على الإليمنتال آيرون، قديش بيوفر لي حديد. فهلأ علشان تفهم الفكرة أكتر، مثلا الفرس سلفيت عشان توصل الثيرابيتك دوز بكفي حبة أو حبتين في النهار، بيوصل الفرس سلفيت الثيرابيتك دوز. لكن الفرس جلوكونيت عشان يوصل الواحد الثيرابيتك دوز بده حبتين 3 مرات في اليوم، يعني بده 6 حبات في اليوم عشان يوفر لك الثيرابيتك دوز. هون كان حبة أو تنتين، هون بدنا 6 حبات. فبالتالي هذا بيفرق بناء على قديش المادة هاي بتوفر لك حديد إليمنتال آيرون. ما تطلع على الفرس سلفيت إنه عياره 80 أو عياره 50، أو تطلع على الفرس جلوكونيت إنه هو عياره 300، المفروض 300 أكبر من 60 أو 80، لكن اللي بيقارنوها هم ما بدهم يقيسوا قديش في فرس جلوكونيت، بدهم يقيسوا قديش بس في فرس آيرون. ماشي الحال، إليمنتال آيرون موجود بالدواء، فلذلك إيش دايما الفرس سلفيت بيعطي نتائج كتير أفضل. هلأ they are effective, easily administered and cheap، لكن بيعملوا nausea, epigastric pain and constipation. تحديدا هذا الفرس سلفيت هو اللي بيعمل constipation، فرس جلوكونيت ما بيعمل constipation. طب انت بتجي فرس سلفيت ثيرابيتيكلي افضل، اوكي ثيرابيتيكلي افضل، لكن السايد افكت تبعته بيعمل constipation، لذلك بيضطروا يعطوا المريض دواء تاني ملين ماشي، على أساس الملين ما يعمل تعود طول فترة العلاج. وفترة العلاج للأنيميا فترة العلاج مش والله تخلص البكيت وخلاص، لازم تستمر 6 أشهر
اوكي بدون ما يصير ديفكت، هيك انا بنضمن انه انت طلعت من مشكلة الانيميا وتحسن مخزون الحديد والهيموجلوبين تبع الدم. طيب هذا بالنسبة للأورال. طيب بالنسبة للبرنترال، البرنترال ممكن يكون اي ام او اي في، بنستخدمها في اذا البني ادم كان عنده مال ابزوربشن سوء امتصاص في الحديد فبتلجأ للبرنترال، او عنده كونتينيوس بلاد لوس، او الستات الحوامل قبل الولاده برضه بيستخدموا لهم البرنترال ايرون، لكن السايد افكت جري براون ستينينج اوف سكن اذا كان الشخص ماخده اي ام. مش قلنا برنترال ممكن يكون اي ام اي في، اذا كان ماخده اي ام تمام ابره في العضل بيعمل جري براون ستينينج اوف سكن، بيعمل فيفر فوميتنج ارثرالجيا، بيعمل ارتكاريا. اوكي فلذلك في ناس عندهم تحسس من الحديد وممكن يظهر هذا التحسس في اي وقت، فبالتالي بيخافوا من رد الفعل التحسسي اللي هو الارتكاريا والبلوكوسبازم. فمشان هيك البرنترال ايرون اللي هو اي في صار النظام الجديد ما بيقبلوا يعطوه الا في اذا البني ادم عمل ادخال للمستشفى، غير هيك ما بيقبلوا يعطوه على اساس انه بيعمل ردود افعال تحسسيه مشان يقدروا يتصرفوا. بالاضافه بس هو مش كاتبينها هون، بيعمل كارديو توكسيسيتي. اوكي فاذا بلشت اعراض الكارديو فاسكولار امبالانس لازم يتدخلوا، فمشان هيك لازم الابر الوريديه تبعت الحديد ما بتنعطى الا داخل المستشفى. طيب هيك خلصنا بالنسبه للحديد اول واحد من الهيموتونيك ايجن. نيجي للثاني اللي هو فيتامين بي 12، حاطين صوره هون. هاي الصوره بتدلك انه الفيتامين بي 12 مهم لسلامه الاعصاب وسلامه الدم. الفيتامين بي 12 is important for metabolism لأنه هو أساساً بيشتغل كـ coenzyme and for formation of RBCs and maintenance of the central nervous system which include brain and spinal cord. طيب نشوف هذا الفيتامين بي 12 اللي هو اللي هيموجينيك ايجنت، كاتب تحتيه سينوكوبولامين، هذا الاسم العلمي للفيتامين هذا للفيتامين بي 12. في إله وظائف فسيولوجية required for normal erythropoiesis، قلنا الإريثروبيسيس تصنيع كريات الدم الحمراء and maturation of other cell type، ومهم لنضوج بعض الخلايا الأخرى. هو مهم للبيوكيميكال رياكشن لأنه قلنا بيشتغل كوإنزيم. هو برضو الـ V12 facilitate entrance of folic acid to the cell. شو هو الفوليك أسيد؟ فوليك أسيد هو نفسه الفيتامين بي 9. اوكي يبقى البي 12 مهم لشغل الفوليك اسيد انه يدخل للخلايا. طيب الكاينتكس تبع هذا البي 12 نورمال بودي ستور منه 3 ملغ، الامعاء نورمال فلورا بتصنع 5 ملغ في اليوم، لكن الابزوربشن نيد ذا بريزنس اوف انترنسيك فاكتور. وهنا المشكله الكبيره عن انه في ناس كتير بقول لك احنا سكان الاردن في عنا مشكله جينيه بتصنيع الانترنسيك فاكتور، فاحنا الانترنسيك فاكتور هذا العامل المساعد اللي ما لازم يكون موجود في المعده علشان يساعد في امتصاص البي 12 قال بقول لك مش موجود عنا. فبتلاقي سكان اي واحد بيجي لعند الدكتور بيقول له ايدي اجري وجعوني بنسى، على طول بيعطيه بي 12 تمام، بيطلب منه فحص بي 12 وبيعطيه بي 12. اوكي هلا حتى لو الواحد ما فحص البي 12 ماشي نحن اعطينا بي 12 ولو كان زياده، وعاده صعب انه يصير زياده البي 12 ما بتشكل مشكله كبيره لانه من الفيتامينات الدايبه في المي. الفيتامينات الدايبه في المي اذا زادت عن الحد الطبيعي الجسم بكبها لبرا. اوكي طيب كيف بدنا نعالجه هذا؟ اول شيء شو استخدامات البي 12؟ بيستخدموه في البرنيشيوس انيميا. هاي زي ما قلنا الأنيميا في عنا كذا نوع، البرنيشيوس أنيميا اللي بتصير نتيجة الانترنسيك نقص في الانترنسيك فاكتور وقلنا هذا خلل جيني، أو نتيجة نيوتريشنال ديفيشنسي هو ما بياكل الأكل الغني بالبي 12 أو عنده مال أبزوربشن، ممكن نعطيه الدواء أورالي أو باي إنجكشن 300 لـ1000 ملغ في اليوم. فهلا اذا انت بدك تعالجه اورالي وهو اساسا انت بتقول انه هو عنده جينيتك فاكتور مشكله بالانترنسيك فاكتور فبالتالي ما رح يزبط معنا، فهم عاده شو بيعملوا؟ بيجي المريض اللي عنده نقص في البي 12 بيعطوه العلاج باي انجكشن
تمام أسبوع أو أسبوعين حسب قديش عنده نقص، وبعدين بيعطوه الدواء الأورالي. بس هو فعليا بيستفيد على الإنجكشنز أكتر من الأورالي، وصار حتى نظام جديد بطلوا عن الأورالي، بيعطوه إنجكشن خلصنا. أوكي، بيعطوه بنظام معين، إبرة يوم بعد يوم لمدة أسبوع أو أسبوعين زي ما قلنا حسب النقص اللي بيكون عنده. أوكي، فإذا هذا بالنسبة للبيتويل أو اللي اسمه سيانوكوبالامين. نيجي للفوليك أسيد برضو اللي له دخل في تصنيع الدم. هاي حاطط لنا هون صورتين. هذا الفوليك أسيد is necessary for RBC production and neuronal tube formation. يعني هذا البي 9 اللي هو الفوليك أسيد مهم لسلامة الدم قلنا وسلامة الأعصاب. كل البي كومبلكس مهمين لسلامة الدم والأعصاب، بس إيش مهمته بسلامة الأعصاب؟ هلا عندنا الأجنة لما بيكون الجنين في بطن أمه بيتكون، أول ما بيتكون عندنا النخاع الشوكي أوكي، أو اللي هو الجهاز العصبي، وبعدين الهيكل العظمي بينبني فوقيه، وبكون البني آدم أو الجنين عبارة عن صفائح فوق بعض. فأول إشي بيكون عنا الصفيحة اللي هي بتشكل الجهاز العصبي المركزي، وبعدين العظم بيجي بيسكر حواليها. تمام، فعنا بيسكر، يفترض بالعظم يسكر والأنسجة تسكر على النخاع الشوكي. أوكي، لكن الأطفال اللي عندهم مشكلة بالفوليك أسيد ما بيسكر عندهم التيوب هذا بشكل مظبوط، أو العظم والأنسجة المحيطة ما بتسكر بشكل مظبوط على النخاع الشوكي، فبيكون بسموه نيورال تيوب ديفكت. أوكي، طبعا هذا مشكلة كبيرة لازم تتظبط في المراحل الأولى من العمر. هلا الفوليك هذا أسيد present in a wide variety of plant and animal tissue. هلا عادة الغذاء اللي من مصدر حيواني بيحتوي على جميع المواد الغذائية، الفيتامينز والمينرالز الضرورية. الأغذية النباتية بتكون غنية بإشي وفقيرة بإشي تاني، فمشان هيك بيقول الغذاء المتكامل عادة هو الغذاء الحيواني. غذاء حيواني مش شرط يكون لحمة، يعني اللبن، الحليب، البيض، هذا بيعتبروه من الأغذية المتكاملة، بس طبعا اللحوم تركيز الفيتامينز والمينرالز فيها أكتر. طيب الفوليك أسيد هذا required for normal erythropoiesis and many biochemical reactions. قلنا مهم لتصنيع كريات الدم الحمراء، وهو ضروري في بعض التفاعلات في الجسم، وإذا صار في نقص بيعمل ميجالو بلاستيك أنيميا. إذا انتبهتوا الحديد نقصه بيعمل بسموها ايرون ديفيشنسي انيميا، البي 12 ديفيشنسي بيقولوا له بيرنيشيس انيميا، البي 9 ديفيشنسي بيعمل ميجالو بلاستيك انيميا. كيف يعني ميجالو بلاستيك؟ ميجا يعني كبير، يعني خلايا الدم الحمراء تكون كبير. طب هيك احسن تحمل الهيموجلوبين اكثر؟ لا، قال بقول لك خلايا الدم الحمراء لازم تكون باي كونكيف ديسك اوكي، وإلها إلاستيسيتي معينة عشان تمرق في الشعيرات الدموية. إذا زاد حجمها عن حد معين وفقدت جزء من الإلاستيسيتي زي ما بصير بالميجالوبلاستيك أنيميا، مستور توصل الشعيرات الدموية الصغيرة بتفقع وبتكون على الفاضي. فإذا الميجالوبلاستيك أنيميا إشي سيء، مش معناته ميجا يعني بتحمل هيموجلوبين أكتر وبالتالي أحسن. طيب إمتى بنستخدم هذا الفوليك أسيد؟ بالفوليك ديفيشنسي أنيميا ممكن بتصير نتيجة nutritional deficiency. تمام، هو عنده مشكلة سواء أطفال أو في الأولد إيج أو الألكوهوليزم. إيش معنى الألكوهوليزم؟ قال بيقول لك لأنه يستنزف كميات كبيرة من الفوليك أسيد برضه بي 12 في الميتابوليزم تبع الكحول، عشان هيك بصير عندهم نقص في البي 9 والبي 12. مشكلة تانية، ناس بصير عندهم مال أبزوربشن، سوء امتصاص زي مشاكل في الأمعاء، أو ناس بيكون عندهم extensive utilization زي الستات الحوامل، أو الناس اللي عندهم hemolytic anemia. فالhemolytic anemia يعني فقر الدم التحللي، لسبب من الأسباب عندهم خلايا الدم الحمراء بتتكسر، تهاجمها كريات الدم، تهاجمها عفوا الأجسام المضادة بتخربها، أو بيصير في كومبلكس معين في الجسم وبخرب ال RBCs، فهذا الشيء بسموه hemolytic anemia. أو malignant disease ما اللي هو أمراض سرطانية، أو chronic inflammatory disease. أحيانا بعض الأدوية بتستنزف عنا الفوليك أسيد زي الفينيتوين، فينوباربيتون، والنيتروفيورانتوين. فيا بياخدوا احتياطاتهم من البداية إنه ما يصير فوليك أسيد ديفيشنسي، أو إذا صارت المشكلة تبعت الأنيميا بعلاجها.
هاي هنا اللي هي نيورونال تيوب ديفكت بيسموها سباينا بيفيديا. بينولد الولد الصغير وعنده زي طابع او بلة على ظهره، اوكي. ممكن طبعا في لها درجات، ممكن تكون بس مجرد ديفكت في التيشو، ممكن يكون مجمعة سوائل، ممكن طبعا هذا النوع الاصعب انه يكون فيها موجود سوائل وجزء من النخاع الشوكي. هون الموضوع بيكون كتير صعب، بيكون بدها كذا عملية ورا بعض، لكن هدولي التنتين السباينا بيفيديا او كولتا والمنينجيوسيل هدولي بيكونوا ايش اسهل بكتير، لانه خلص مجرد بسموها خارجية، يعني انه ما فيها اعصاب، ف بيعملوا العملية للولد واليوم الثاني بيطلع من المستشفى. هيك خلصنا عن الهيموتينيك ايجنتس. بده يحكي لنا عن الفيتامينز. الفيتامينز هم اورجانيك كومباوند البني ادم لازم يوصلوا لنا عن طريق النيوتريشن، تمام. Called vitamins when it cannot be synthesized in sufficient quantities by an organism. احنا نحتاجها بكميات قليلة، لكن لازم تيجينا اما عن طريق الاكل او جسمنا بيصنعها. في اشياء جسمنا بيقدر يصنعها، في اشياء ما بيقدر يصنعها، فلازم تيجينا عن طريق الاكل. هلا القاعدة الرئيسية انه الغذاء المتوازن بيضمن لك جميع الفيتامينز وجميع المينرالز وما بيصير ديفيشنسي بشيء. لكن إذا أنت مصر مثلاً على الجنك فود، فأنت هيك بصير عندك نقص في بعض المواد الرئيسية. هلأ في عنا هنا جدول، هو شبه الجدول اللي موجود عندكم بالكتاب. بهمنا في الجدول نعرف اسم الفيتامين واسمه الكيميائي، أوكي؟ بعدين الفانكشنز في الجسم والديفيشنسي أعراض النقص، أوكي؟ هلأ المجموعة الأولى هدول بالصفحة الأولى water soluble، بالصفحة الثانية lipid soluble، باستثناء فيتامين سي ما قبلش يجي معي مع البي فيتامينز، فإجا معي بالصفحة الثانية، أوكي. وهيك ويدوب الخط مبين. طيب بدنا نشوف كل فيتامين زي ما اتفقنا رمزه واسمه شو وظيفته والنقص تبعه. هلا البي 1 اسمه ثيامين، شغلته كوإنزيم. كوإنزيم يعني مساعد للإنزيمات، used in removing كربون دايوكسيد from organic compound. إذا نقص بيعمل مرض اسمه البيريبيري. بيريبيري هي معناها باللاتيني ألم ألم. كمان شوية هدولي الأمراض الغريبة شوية بعد ما نخلص الجدول بيحكي لي عنها، أوكي. بيريبيري it's an air disorder و emaciation and anemia. طيب ناخد عنه كمان شوية، هذا بي 1. طب بي 2 اسمه ريبوفلافين، هذا component of coenzyme FAD and FMN، هدولي coenzymes موجودين في الجسم. طيب إذا نقص شو بيصير؟ ريبوفلافينوسيس، عفوا A ريبوفلافينوسيس، A للنفي يعني إنه ما في ريبوفلافين، أوكي. مين الريبوفلافين؟ هذا البي 12. فبيقولوا عن هاي الحالة A ريبوفلافينوسيس بيكون skin lesions such as cracks at corners of the mouth، في على بتشقق طرف التم عند الواحد. هلا البي 3 اسمه نياسين او نياسينامايد، هذا برضه من مكونات كوانزيم اسمه ان اي دي بلس او ان اي دي بي بلس. طبعا هدول الكوانزيمز موجودين في الجسم لهم وظائف معينه في التفاعلات الكيميائيه والميتابوليزم. إذا نقص البي 3 بصير مرض اسمه بيلاغرا. بيلاغرا معناها الحصاف، برضو حنحكي عنه كمان شوي بس يخلص الجدول. هو عبارة عن skin and GI lesions ونيروس ديسوردر. البي 5 اسمه بانثينويك أسيد، هو كومبوننت للكوإنزام A. نقصه يؤدي إلى إشي اسمه باراستيزيا، عبارة عن فتيك، numbness، tingling of hands and feet. البي 6 اسمه بايرودوكسين أو بايرودوكسامين أو بايرودوكسال، هو كوإنزيم used in amino acid metabolism. نقصه يؤدي إلى أنيميا، irritability, convulsion and muscular twitching. هذا البي 6 أو هو البايرودوكسين موجود تجاريا باسم دواء اسمه نافيدوكسين، بيحطوا مع مادة تانية وبيعطوه كشو اسمه كمادة مضادة للقيء خاصة للستات الحوامل، لأنه البايرودوكسين إذا وصل لحده الطبيعي بيشتغل أنتي إميتك، أوكي؟
فعدا عن وظائفه انه كو انزيم، من وظائفه انه هو بيشتغل انتي اميتك. فالستات الحوامل اللي بيصير عندهم مراجعة نتيجة الحمل او اللي بيقولوا عنه اللوحام، فبالتالي البي 6 اللي هو البايرودوكسين بيوقف هذا الاشي ويعتبر سيف. وزي ما قلنا الووتر سوليبل فيتامينز اللي هم رح نحكيهم بهدول الصفحة، الووتر سوليبل فيتامينز اذا زادوا عن حدهم الجسم بكب لزيادة. اوكي، صعب كتير تلاقي تسمم بووتر سوليبل فيتامين نتيجة الزيادة. طيب نيجي للبي 7. كيف؟ يعني آمن؟ نيجي للبي 7 اللي هو بيوتين، اسمه العلمي بيوتين. شو شغلته هذا؟ coenzyme in the synthesis of fat glycogen and amino acid. نقصه يؤدي لدرماتيتس، التهابات جلدية and enteritis، التهابات في الأمعاء. البي 9 اللي هو الفوليك أسيد أو الفولينيك أسيد حكينا عنه في علاج مشكلة الأنيميا، شغلته هو coenzyme in nucleic acid and amino acid metabolism. نقصه يؤدي إلى البيرث ديفكت اللي هي قلنا عنها neuronal tube defect، ماشي، وأنيميا. البي 12 برضو حكينا عنه اللي اسمه سينوكوبولامين أو هيدروكسيكوبولامين أو مثل كوبولامين، هو coenzyme in nucleic acid metabolism needed for nutrition of RBC of maturation of RBCs. ونقصه يؤدي إلى الميغالوبلاستيك أنيميا ونيرفوس سيستم ديسوردرز. في عنا الفيتامين سي، هذا اللي مقبلش يجي مع المجموعة الأولانية برضو من الووتر سوليبل فيتامينز، اسمه أسكوربيك أسيد. تمام، شو شغلته؟ used in collagen synthesis اللي هم بيدخلوا في تركيب البون والكارتج والجم اللي هي اللثة، بيشتغل انتي اوكسيدنت فهو aids in detoxification and improve iron absorption زي ما حكينا، عصر الليمون على الاشياء الغنية بالحديد عشان يسهل امتصاصها، وزي ما قلنا هون detoxification بيعمل ازالة سمية، ففيتامين سي اشي كتير منيح للجسم. نقصه يؤدي الى مرض بسموه سكيرفي، سكيرفي اللي هو الاسقربوط، كان يصير عادة مع الناس اللي بيكون بيطلعوا رحلات طويلة في البحر أيام زمان، هم أساسا العرب اللي سموه الإسقربوط لأنه ما كانوا ياخدوا معاهم الأكل اللي هي الخضرة والفاكهة، أو حتى لصمد معاهم تتصمد مثلا أسبوع أسبوعين بالكتير، لكن كانوا يعتمدوا في أكلهم على الأشياء اللي بيصيدوها من البحر. فبعد فترة صار يواجهوا مشكلة إنه أمراض بتصير مع البحارة اللي هي مشاكل في الأسنان، في السكن، degeneration of skin, teeth, blood vessels, weakness, delayed wound healing and impaired immunity. هذا الاشي قالوا عنه مرض الاسقربوط والأجانب أخذوه منه فطلع معهم اسمه سكيرفي. طيب إذا الواحد أخذ كميات كبيرة من فيتامين سي، زي ما قلنا الأصل بالفيتامينات الدايبة في المي إنه ما بيصير فيها تسمم، لكن هذا بيصير بعض الحالات إنه إذا كان في عنا أخذ فيتامين سي مش دوزز عالية بس ميجا دوزز may cause GI upset، بس يعني مش مشكلة كبيرة يعني، أوكي، يعني صار معاه شوية العيان وخلصنا انتهى الموضوع، يعني not big deal. لكن هدول الجزء الثاني اللي هم الليبيد سوليبل فيتامينز اللي هم عبارة عن فيتامين A D E K، أوكي، جمعوا لي إياهم الطلاب باسم كايت كايت، اوكي، ف هدولي الفيتامينز ليبيد سوليبل. اوكي طيب، واذا كان ليبيد سوليبل صعب يصير فيهم نقص، ماشي الحال، لكن ممكن يصير فيهم تسمم، الزياده بتتخزن في الجسم ما بيكبها. اوكي، الليبيد سوليبل فيتامينز الزياده راح تتخزن معانا، فراح نلاقي نواجه مشكله ايش، اعراض تسمم بالزياده. عشان هيك الأدوية تبعين الفيتامينز تبعين الحوامل بيكونوا حذرين كتير من الليبيد سوليبل فيتامينز. أوكي طيب، نشوف الفيتامين A شو بيقولوله، بيقولوله الريتينويدز أو ريتينول أو ريتينويدز أو كاروتينويدز، ماشي، it's a component of visual pigment، يعني مهم لسلامة الصبغات اللي موجودين في شو اسمه في العين، needed for maintenance of epithelial tissue، برضو antioxidant helps to
ايش prevent the damage of lipids on the of the cell membrane. صفى عندك انتي اوكسيدانت، فيتامين سي بيشتغل انتي اوكسيدانت، وهي فيتامين اي بيشتغل انتي اوكسيدانت. طيب واذا صار نقص، قلنا الوضع الطبيعي ما يصير فيه نقص، لكن لسبب من الاسباب ممكن يصير نقص. بيعمل نايت بلايندنس، مرض العمى الليلي او العشاء الليلي. كيف يعني؟ يعني اذا كان الضوء خافت كتير ما بيميز الالوان، فما بيشوف منيح، فهذا الشيء بيقولوا له نايت بلايندنس. وكيراتوماليشيا اللي هو دراي سكيلي سكين، طيب ممكن يصير فيه زياده، ممكن يكون فيه تسمم كمان بالزياده، مش زي جي اي ابسيت زي ما صار عندك فيتامين سي. شو هو بصير بالهايبر فيتامينوسس تبع فيتامين اي؟ هذا بصير هيك. طيب irritability, vomiting, hair loss, blurred vision, اوكي bone and liver damage. تمام، ممكن يكون موت الواحد من الليفر دامج. مشان تتذكروا هاي القصه، في جماعة كانوا مسافرين كأنه في القطب الشمالي، فانقطع عنهم الأكل، خلص الأكل تبعهم، فقرروا أنهم يصيدوا حيوان ويأكلوا منه. فالحيوان اللي قدروا يصيدوه اللي هو دب قطبي، أوكي؟ فالدب القطبي جلده كتير كتير قاسي، فكان صعب أنهم يأكلوا، فقالوا خلاص نأكل من الأحشاء، فأخذوا الكبد تبعه وأكلوا. هلأ لما أكلوا الكبد، الكبد تبع الدب القطبي فيه كميات كبيرة من فيتامين اي، فماتوا نتيجة الهايبر فيتامينوسيس تبع الفيتامين اي، صار عندهم ليفر دامج وماتوا، ما ماتوا جوا يعني، ماتوا من فيتامين اي توكسيسيتي. طيب نشوف فيتامين دي، له اسم بيقولوا له ايرجو كالسيفيرول او كولي كالسيفيرول. تمام، شو شغلته؟ aids in absorption and use of calcium and phosphorus, promote bone growth. تعرفوا دعاية لافاشكيري بيقول لك غني بالفيتامين دي الذي يثبت الكالسيوم والفوسفور على العظام، هذا هو اللي حكيناه احنا هون بهذول السطرين. طيب ممكن يصير فيه نقص، ممكن بالولاد الصغار بيعمل، اذا صار فيه نقص بيعمل ريكتس، ريكتس اللي هو الكساح، رح نحكي عنه كمان شوي. والاوستيوماليشيا، اوستيوماليشيا اللي هي لين العظام ان ادلت، يعني اذا الفيتامين دي عن حدود الطبيعيه في الاطفال بيعمل ريكتس، بالكبار بيعمل اوستيوماليشيا. اوكي، اوستيوماليشيا اللي هي لين العظام مش هشاشة العظام. لين العظام يعني الجزء الصلب اللي هو الخارجي، الجزء الخارجي من العظم هو اللي بيكون ضعيف. الاوستيوبوروسيس اللي بيحكوا لنا عنه كتير اللي هو هشاشة العظام، بيكون المشكلة بالجزء الداخلي او الجزء الاسفنجي من العظم، لكن هذا اللي نتيجة نقص فيتامين دي الاوستيوماليشيا بيكون عندنا مشكلة في الجزء الخارجي من العظم. طيب ممكن يصير فيه توكسيسيتي، طبعا ممكن يصير، بيعمل برين كاندي فاسكولار اند كيدني دامج. اذا ملاحظين الفيتامين اي توكسيسيتي وفيتامين دي توكسيسيتي كتير كتير مشكله كبيره. تمام، نيجي لفيتامين اي، برضه بيشتغل انتي اوكسيدانت، هي صار عندك فيتامين سي واي واي، هذول كلهم بيشتغلوا انتي اوكسيدانت، هيلب بريفنت دامج اوف ليبيدز اوف ذا سيل ميمبرين. نقصه از فيري رير. تمام، بيعمل، ممكن يعمل هيموليتيك انيميا ان نيو بورن انفانتس، بس صعب انه يصير هذا الفيلم. الفيتامين كي اسمه فيلوكوينون او ميناكوينون، هو امبورتانت للبلاد كلوتينج، لعمليه تخثر الدم، واذا صار فيه نقص يؤدي الى بليدنج، واذا صار فيه زياده بيعمل ليفر دامج اند انيميا. اوكي، هلا انتوا عندكم يفترض بالبايوكيمستري برضه في عندكم موضوع الفيتامينز اند مينرالز، فانت احفظ جدول واحد يا تبع الادويه يا تبع البايوكيمستري، عاده هم نفس المعلومات ما بتغير فيهم كتير. اوكي، فانت شوف الجدول اللي اسهل لك واحفظ. طيب نشوف هنا بعض المصطلحات اللي شدد لي عليها اللي كانت موجودة بالجدول ومش كتير شو اسمه واضحة. هلأ أول واحد، هاي الاي لازقة بالكلمة، يعني اسمها اي ريبوفلافينوسز، هي كلياتها كلمة واحدة ماشي، ما في فراغ بيناتهم. ايش هو الاي ريبوفلافينوسز؟ يعني ما في ريبوفلافين، يعني في عندك نقص بالرايبوفلافين. شو بصير عند الواحد؟ angular stomatitis, sore throat, dermatitis, itching and burning of the eyes, neuropathy and mild anemia. ليش بيقعد يوصف لك المرض؟ لأنه إذا أنت مش عارف اسم المرض، لا عارفه بالإنجليزي ولا عارفه بالعربي، فأسهل شيء عشان تتصوره
إنه نحكي لك السيمتومز اللي بتصير مع المريض. مرض البيري بيري حكينا عنه، هو بيكون أعراض عصبية وأعراض بالكارديو باسكولار سيستم، بيصير فتيك باراليسز. بالنسبة للكارديو باسكولار سيستم بيصير إديما، كاردياك انلارجمنت أند هارت فيلير. طبعا في أنواع للبيري بيري، في دراي بيري بيري وفي ويت بيري بيري. دراي بيري بيري هاي اللي هي صورته هون، زي ما قلنا هي معناها ألم ألم. هاي هون زي ما بين الصورة confusion, inability to speak, rest drop زي نوع من الparalysis و great weakness. في هنا هون loss of tendon reflexes، الأصل واحد لما يخبطوه على إجره على العصب السطحي هذا اللي هون يصير عنا leg jerk، إنها تمشي لقدام أو تنطر لقدام. لكن اللي عنده البيري بيري ما بيصير معه هذا الشيء. الفيتامين بي 6 زي ما قلنا اسمه البايرودوكسين، بيستخدمه to treat nausea and vomiting in pregnancy. اسم تجاري نابيدوكسين. هاي البايرودوكسين بيحطوا معه مادة تانية اللي هي السايكلزين. هلا البيلاغرا اللي هو قلنا عنه مرض الحصاف، بيصير في عنا مشاكل ديرماتايتس كتير، دايارية، ديمنشيا اللي هي فقدان الذاكرة، مشاكل الديرماتايتس ممكن تكون في الايدين، في الوجه او على الرقبه، بس اللي بيميزها على الرقبه انها بتكون جاي زي العقد على الرقبه، فاول ما بتبين مع الواحد بيكون هون شيء مؤكد عنده نقص او عنده مشكله البيلاغرا اللي هي الحصاف. السكيرفي اللي قلنا نتيجه نقص فيتامين سي، بيصير عند الواحد انيميا، جوينت بين، هيموريج فروم ميوكس ميمبرينز in the mouth, GIT, skin and delayed wound healing. وإذا شايفين في الصورة هنا مش بس اللثة بتكون ضعيفة وكاشفة عن الأسنان، الأسنان بيوقعوا بعد فترة إذا ما تعالج الأسقربوط بسرعة، بيفقد الواحد أسنانه، بالإضافة إلى أنه بيصير تقرحات كتيرة في الجسم والنتيجة أنه الwound healing بالجسم كلياته بيتأخر، بتبين هاي المشكلة في الإجرين أكتر شيء. طيب نيجي للبارنترال نيوتريشن اللي هم المواد اللي بيعطوها كتغذية وريدية. ايش ممكن يعطوا؟ ممكن يعطوا نورمال سالاين، ممكن يعطوا دكستروز ووتر تركيز 5%، ممكن يعطوا امينو اسيدز، ممكن يعطوا بايكربونات. نشوف كيف الحالات اللي بيعطوا فيها كل واحد. النورمال سالاين هذا بتركيز 0.9% يفترض نحن بالصيدلانيات عملناه في المختبر. امتى بيعطوه؟ في حالات الهايبوتنشن دي هايدريشن، وبيعطيك النيوتريشن او افتر سيرجري عبين ما الجهاز الهضمي عنده يصحصح وبلش يقدر يهضم. طيب ممكن نعطي كمان دكستروز انجكشن تركيز 5%. طبعا ممكن يكون هذا دكستروز ووتر يعني 5% من السكر موجودين في المحلول عبارة عن مي، وممكن يكون دكستروز نورمال سالاين. كيف يعني؟ يعني 5% السكر هدولي محلولين في نورمال سالاين مش محلولين في مي. بيستخدموا للنيوتريشن للهايبوغلايسيميا. ليش الواحد يصير عنده هايبوغلايسيميا؟ إذا أخذ جرعة أنسولين عالية بصير عنده نقص في السكر، فالدكستروز هو عبارة عن سكر. الأمينو أسيد ممكن نعطيها كتغذية للناس اللي عندهم GI tract disease أو كوما، يعني هو في غيبوبة وهو مش هياخد المادة الغذائية هاي لفترة قصيرة، هو مش قادر يصحى، فإحنا بدنا نوفر له الأمينو أسيدز عشان يتم تغذية الجسم، وإلا بصير في عنا complications كتيرة والبني آدم جسمه بيدخل في مرحلة مجاعة وبيدخل في complications طويلة، فمشان ما يصير هذه complication بيعطوا الأمينو أسيد للناس اللي في كوما، لأنه الكوما ممكن تستمر أيام ممكن تستمر أشهر. أو ممكن يعطوها post surgery in patient not allowed to swallow، الناس اللي مش مسموح لهم يأكلوا اللي هم NBO patient nothing by mouth، برضو بيعطوهم أمينو أسيد. هلأ هذه الكربونيت used in acidosis، هي مادة قاعدية بتستخدم لتعديل حموضية. طيب نيجي لآخر موضوع اللي هو المينرالز. المينرالز حاكي لي عن الكالسيوم والبوتاسيوم، بس مش حاكي لي عن باقي المينرالز. حناخد هدولي وحاعطيكم جدول بتحفظوه كمان مع هاي المجموعة، لأنه هو طالب منا في الخطة الدراسية ناخد فكرة عامة عن المينرالز مش بس الكالسيوم والبوتاسيوم. أوكي، فبلاش
تنزل نقوم يسألكم فيه. هلا الكالسيوم ايش مستخدمه؟ used in titany. titany اللي هو تكزز العضلات اللي بينتج نتيجة نقص الكالسيوم. اوكي، هذا requires systemic IV therapy by calcium gluconate. ممكن الكالسيوم جلوكونيت تابلت to treat hypoparathyroidism. شو هذا الهايبوباراثايرويديزم؟ نقص في إفراز هرمونات الغدد جارات الدرقية. هاي الغدد جارات الدرقية وظيفتها اتزان الكالسيوم، محافظة على تركيز كالسيوم ثابت في الدم. طبعا لما نقول تركيز كالسيوم يعني أصلا تركيز كالسيوم في الدم، الكالسيوم الزيادة بنروح منخبيه على العظم. طيب إذا صار الاستخدام الثالث للكالسيوم اللي هو الريكتس اللي حكينا عنه، الكساح اللي بيصير بالأطفال. برضو الكساح هذا قلنا بيصير نتيجة نقص فيتامين دي. برضو هذا الكالسيوم نستخدمه للأستيوبروسيس. أستيوبروسيس هشاشة العظام، اللي مرق معانا بالجدول كان اسمه أستيوماليشيا نتيجة نقص الفيتامين دي. نقص الفيتامين دي في الأدلت بيعمل أستيوماليشيا، لكن نقص الكالسيوم في الأدلت بيعمل أستيوبروسيس هشاشة عظام. قلنا مشكلة هشاشة العظام بتكون في الجزء الداخلي من العظم أو بسموه العظم الإسفنجي. برضو الكالسيوم بنعطى في البريجننسي اند لاكتيشن. شوفوا لي الريكتس هون كيف موضوعه. هون عندي النورمال بون، العظام في الوضع الطبيعي. هاي عنا الحوض، عظام الفخذ وعظام الساق بتكون متموضعة بهاي الطريقة. لكن في الناس اللي بصير معهم كساح اللي هو الريكتس، يا بيقوسوا عظام الفخذ لبرا أو شو اسمه الركب، بيكونوا نفسهم هم اتزانهم رايح لبرا أو جاي لجوه. أوكي، هذا كله من أنواع الكساح. طيب المينرال الثاني اللي بدي احكي عنه البوتاسيوم اللي هو رمزه K، هو موجود في بعض المواد الغذائية مثل الجرين ليفي فيجيتابلز، أورانج، بوتيتو، بنانا. طبعا البوتيتو والبنانا كتير كتير غنيين في البوتاسيوم، والتمر برضه. هلا لايش بيستخدموه؟ مين هو؟ بوتاسيوم used with diuretics as thiazide and furosemide. ايش معنى؟ لأنه مدرات البول هذه لما بتخلص الجسم من السوائل الزيادة برضو بتتخلص من البوتاسيوم، بتكب البوتاسيوم لبرا. كونه كمية البوتاسيوم في الجسم محدودة، فلازم نعوض البوتاسيوم الفاقد. أو البوتاسيوم هذا بنستخدمه في حالات التسمم بالدايجوكسين. مين هذا الدايجوكسين؟ اللي هو دواء بيعطوه للكونجستيف هارت فيلير. وبرضه حتى نعوض بعض حالات الديفيشنسيز. طبعا البوتاسيوم مهم لسلامة هاي الصفحة اللي هي زيادة. هنا في عنا المعادن والاكتيفيتي ان ذا بودي. هذا العمود الثالث اللي هو البرنسيبل فود سورس ما بيهمني، اوكي، الا اذا انت عجبتك الاكشن تبع المينرال وحبيت تعرف من وين هو جاي مش مشكلة تطلع عليه، بس انا بهمني العمودين الاول والثاني. هون الكالسيوم نحن حكينا عنه، الكلورين found in the digestive system and secretions, body cleansers, expel waste, freshens, purifies and disinfect، يعني بنظف الجسم. الفلور مهم للبون and teeth structure، تمام. اليود مهم للنيرفس سيستم، مهم للجلاند فانكشن، تحديدا الغدة الدرقية. الحديد حكينا عنه كتير، هو أهم شيء للأكسجين، كارير للأكسجين بالهيموغلوبين. المغنيسيوم نيرف أند مسل فانكشن، ريلاكسيشن أند بريفنشن، بريفنت كونستيبيشن. قلنا الناس اللي بصير معهم إمساك ممكن ياخدوا أملاح المغنيسيوم. اللي بعديه هذا اسمه مانجانيز، هو مهم في الإنرجي ميتابوليزم في النيرفس سيستم، مهم للميموري. الفوسفور شو شغلته؟ nourish the nervous system and the brain, aids in bone and hair growth. البوتاسيوم حكينا عنه قبل شوي. السيليكون هذا مهم للhair, skin, nails, teeth structure and tone، okay؟ يعني للإكسسوارات تبعت الجسم. الصوديوم مهم للdigestion، للglands, ligaments and blood builder along with potassium maintain cellular balance and function، بالإضافة إلى أنه الكالايزر مادة قاعدية. السلفر اللي هو الكبريت purifies and tones the nervous system. وآخر شيء الزنك اللي هو طالع سرعته هالأيام نتيجة الإصابة بالكورونا.
هو بيشتغل مينلي فيتامين بي فانكشن، بيساعد الفيتامين بي كاربوهيدرات اند بروتين ميتابوليزم، بروستيت هيلث، ووند هيلينج، اند مينتين سكين هيلث. اوكي، هيك نحن